لتسليط الضوء أكثر على حملة الاعتقالات التي طالت الناشطين في عدد من المحافظات وعلى رأسها الناصرية، وكذلك رد فعل الثوار عليها، ينضم إلينا السيد سعدون جابر الناشط في التظاهرات، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية. سيد سعدون، بداية مرحبا بك، وأنت في ساحة الحبوبي الآن، كيف تصف أجواء ساحة الحبوبي ومعنويات المتظاهرين هناك؟ حياكم الله، قناتكم الشريفة ساحة الحبوبي. هنالك غليان على أثر الأعمال اللي جرت ضد ساحة الحبوبي من قبل الميليشيات المسلحة، وأوفد الكاظمي وفد إلى المحافظة ولم يحرك ساكنة، بقت الأوضاع تغلي، لكن المتظاهرين مضيقة هم أعادوا تنظيمهم وبناء الخيام مستمرة بتنظيماتهم وتظاهراتهم السلمية، ورفضوا المفاوضات مع اللجنة اللي أوفدها الكاظمي، والآن بنوا غرف من البلوك بدل من الخيام، بنوا غرف من البلوك وواصلوا وهم مستعدين لإلتقاله، لكن حكومتنا المحلية هنالك تعاون مع الميليشيات المسلحة، وتعرف كل أعضاء قرارهم وقرار العراقي مو بيدهم، القرار العراقي خارجي، القرار العراقي هذا خارجي يملي على هذول الحسالات من الأحزاب، يملي عليهم، وهذول حاربوا شعبهم، قاعد يقتلون شعبهم بدون ضارب. سيد سعدون، هناك أنباء وهي تقود الحراك الشعبي وتقوده بكل انتصار وبكل جهد وبكل شجاعة. نعم سيد سعدون، هناك أنباء عن حملات دهم واعتقالات حكومية ضد الناشطين والمتظاهرين في الناصرية، هل أثرت هذه الحملة على عزيمة الثوار والمتظاهرين؟ نعم، أكو هنالك بعد ذهاب اللجنة اللي أرسلها الكاظمي بيادة قامت حملة مداهمات على الناشطين، لكنه لم تأثر على عزيمة الثوار تشرين، وواصلوا تظاهراتهم وواصلوا بناء القيم وبناء الغرف البلوك، وماكو ما تأثر على المتظاهرين بإيقاف، ما تأثر على عزيمتهم، وهم ناس شجعان ومصممين على شو اسمه، على اخلاء هذه الزمره الفاسده من الحكم، على مصرين على التغيير الجذري، على التغيير الجذري لحكام العراق، هؤلاء الحكام الفسده الذين نهبوا ثروات البلد وجوعوا البلاد واعطوا ثرواتهم الى الاجنبي، وجمدوا المعامل وجمدوا الزراعة وجمدوا كل شيء في العراق، وجعلوا العراق سوق كسوق عكاظ لتصريف بضائع دول الجوار الأجانب، وحصرا إيران هذه الدولة المارقة المعتدية على سيد سعدون بنيتم كمعتصمين مثل ما تحدثت قبل قليل، يعني تحدثتم عن بناء غرف للاعتصام للمعتصمين بدلا من الخيام التي أحرقتها ميليشيا الصدر، هل هذا يعني البقاء والإصرار حتى تحقيق المطالب؟ أكيد هاي بوادر، لأنهم مصممين بناء للغرف، هو هذا تصميم على البقاء على تحقيق المطالب الشرعية اللي طلعت من أجلها ثوار تشرين. وهنالك لدينا شباب شجاع وصد أي هجوم. هناك طبعا أيضا ناشطو الثورة يحشدون لتظاهرات واسعة الجمعة المقبل باسم جمعة الناصرية. سيد سعدون، نعم، توقعاتكم لتجاوب المتظاهرين لهذا الحشد من التظاهرات في كل المحافظات ليس فقط في الناصرية، ما هي توقعاتكم؟ طبعا توقعاتنا هذه المحافظات سميت هذه الجمعة بجمعة ذيقار، نعم، جمعة الناصرية تضامنا مع متظاهرين الناصرية حول الأحداث التي جرت وحول اقتحام الميليشيات ساحة الحبوبي،
وهنالك غدا تظاهرة مليونية في كل المحافظات بما فيها محافظة الناصرية، والثوار مستعدين لأي طارئ، وما يهمهم تجمعات الميليشيات وسلاحهم وخطفهم والترهيب، أبدا ما يهم ثوار زقار الشجعان. كان هناك حديث أيضا عن يعني بيان يدعو لرفع الخيام، ما مصدر هذا البيان الذي نفاه بالتأكيد الثوار والمعتصمون في ساحة الحبوبي؟ لا لا، هذا البيان ملغوم، هذا البيان وهمي، ما إلى علاقة بساحة الحبوبي نهائيا. هذول ناس ديون للسلطة أصدروا هذا البيان حتى يقللون من همة المتظاهرين. أبدا همة المتظاهرين همة عالية وشجاعة ودرعة، وأبدا ما ترفع الخيم إلا تموت كل متظاهرين في قار. أبدا ما ترفع، انبنت غرف بلوك تسبيح وشيلمان والناس هسه قاعدة تبني وتظاهر، وأبدا هذا البيان هو وهم لناس مغرضين، أعوان للسلطة مدفوعية ثمن هؤلاء. شكرا لك سيد سعدون جابر الناشط في التظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف من الناصرية.